جولان تعرف أكثر عن مشفى مصياف الوطني والأقسام الجديدة يلي تم افتتاحها وتطويرها. معنا عبر الهاتف الدكتور ماهر يونس مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، شكرا على الاستضافة بقناة الإخبارية المقاومة. يا هلا فيك دكتور. دكتور، كنا عم نحضر التقرير عن افتتاح الأقسام الجديدة بالمشفى وتهيئة كمان الأقسام الأخرى، خبرنا شوي عن هالأقسام الجديدة يلي تم افتتاحها ويمكن الجهود الكبيرة يلي قمتوا فيها. تكرم عينك. هلا من أهم، أولا بداية، من أهم أسباب صمود الدولة السورية هو صمود المؤسسات طبعا. نعم. وعلى رأس المؤسسة العسكرية الممثلة بجنود الحقيقة رجال الجيش العربي السوري، اللي بنوجه لهم تحية إجلال واحترام كبير بعيدهم اللي كان امبارح، واللي تفضل سيد الوطن بكلمته وقال انه بترابهم الطاهر تعمدت ارض سوريا وطهرت من رجل الارهاب. اما بالنسبه للهيئه العامه لمشفى مصياف الوطني، طبعا الهيئه بتحتل موقع جغرافي مميز مثل ما بتعرفوا، بتوسط 5 محافظات اللي هن طرطوس واللاذقيه وحماه وحمص وادلب. طبعا هذا الموقع الجغرافي وخروج عدد كبير من المشافي والمراكز الصحيه نتيجه الاعمال الارهابيه اعطانا مشفى مصياف اعطى لمشفى مصياف ميزه هامه كثير وصار في اقبال عليه كثير. طبعا نتيجه هالاقبال وهالضغط هذا الكبير كان لازم نواكب هذا الضغط والكم الهائل من المراجعين اللي صار عنا. طبعا من الاقسام اللي استحدثت بالهيئه وما كانت موجوده مثلا بنك الدم ضمن الهيئه اللي وفر للناس هون كثير امور، هن كانوا حقيقه في صعوبه بالغه بتامين مشتقات الدم لانه كان لازم السفر على حماة او على طرطوس لتامين وحدات الدم. اثنين، مدرسه التمريض اللي تم احداثها ايضا بالنسبه لصفوف السنه الثانيه والثالثه. طبعا وفرت ابناء مصياف وريفه طبعا عناء السفر. طبعا صار في بناء جديد خاص للمستودعات، تم سحب كافه المستودعات من ضمن الهيئه وفقا للشروط والمعايير العالميه، وصار في بناء خاص للمستودعات. هي بالنسبه للاقسام اللي احدثت، اما بالنسبه للاقسام اللي ترممت وتوسعت، طبعا توسع عندي قسم الاطفال حيث كان عندي في 20 سرير وست حواضن، اصبح العدد الحالي تقريبا 30 سرير و15 حاضنه، وسوف يتم رفضهم قريبا باثنين حاضنه غواصه ايضا لقسم الاطفال. نعم. صار في توسيع لقسم غسيل الكليه طبعا اللي كان هو عباره عن سبع اجهزه غسيل كليه، حاليا العدد الموجود بقسم غسيل الكليه 17 جهاز غسيل كليه، عم يتم الفصل حاليا ما بين السلبي والايجابي. صار في ترميم لقسم الداخليه واقسام عز الاخرى ضمن الهيئه. طبعا هذا كله صار ليواكب الضغط اللي عم يصير على المشفى. اعداد المراجعين اللي عم تجي على المشفى حوالي تقريبا في 1000 مراجع للمشفى يوميا ما بين قسم العيادات الخارجيه وقسم الاسعاف. نعم، يعني دكتور مثل ما قلت يمكن اقسام جديده تم استحداثها واقسام تم تطويرها اليوم بظل الحرب اللي عم تعيشها سوريا والحصار الجائر عليها وخروج العديد من المراكز الصحيه والمشافي عن الخدمه، قد ايه في جهود مضاعفه عم تقوموا فيها كهيئه عامه لتحسين القطاع الصحي وتامين كافه المستلزمات الطبيه رغم كل الظروف؟ يعني صدقيني اذا بقول لك انه نحن من حوالي ست سنين طبعا من بدايه الحرب الكونيه على سوريا، نحن وصلنا لقناعه انه لازم نكون نحن رجال الجيش العربي السوري والخدمه في مشفى مصياف على مدار ال 24 ساعه، ان كان من الكادر الطبي ولا الكادر الاداري ولا الكادر التمريضي، نحن بنداوم صبح ومساء لانه المشفى حقيقه مضغوط، بس عم نحاول. طبعا بدنا هون ننوه على نقطه انه في جهود كبيره انبذلت من الحكومه انبذلت من وزاره الصحه لتامين كافه المستلزمات للهيئه العامه لمشفى مصياف الوطني، وما صار في ابدا اي تقصير من هي الناحيه. عندنا حاليا الادويه بانواعها وحتى الادويه النوعيه والغاليه جدا متوفره في مشفى مصياف. طبعا كل الخدمات تقدم في مشفى مصياف الوطني مجانا لاخوتنا ذوي الشهداء والجرحى والاخوه الوافدين ومرضى الاورام وفقراء الحال. طبعا في توجيه صارم بهذا الموضوع انه يكون في ايلاء اهتمام كبير لمواطننا، مثل ما حكينا بتقريرنا المواطن هو البوصله بالنسبه لنا وهو المعيار وهو اللي بيقرر انه هالمشفى كويس ولا مو كويس. نعم، يعني مثل ما في تقديم خدمات لكل المواطنين كمان عم يكون في خدمات طبيه عم تقدموها لجرحى الجيش العربي السوري، خصوصا يمكن انه منطقه مصياف فيها مثل باقي المناطق السوريه عدد كبير من الجرحى، خبرنا دكتور اكثر عن الخدمات اللي عم تقدموها. طبعا الخدمات اللي تقدم لجرحى الجيش العربي السوري، طبعا نحن من زعام 2013 تم احداث مكتب ضمن الهيئه يعنى بمتابعه امور ذوي الجرحى والشهداء. طبعا
بهالمكتب هذا طبعا نحن بنهتم بادق التفاصيل اللي بتعنا بذوي الجرحى والشهداء، وبنحاول قدر الامكان ما نخسرهم ابدا اي شيء، وتكون كل الخدمه مجانيه بالمطلق، حتى اذا استلزم الموضوع اي شيء اضافي من خارج المشفى عم نتواصل مع جمعيات وعم نتواصل بحكم العقود اللي مبرمه عنا هون وعم نحاول نامن لهم اياها. طبعا بالنسبه للعقود اللي موقع مع الهيئه، طبعا في عقد مع البحوث العلميه، في عقد مع شركه كهرباء حما، في عقد مع جمعيه البستان الخيري، في عقد مع عدد من الجمعيات الاخرى الثانيه. كل هاي العقود طبعا ساهمت ورفضت الهيئه العامه للمشروع المصرف الوطني اولا بالفائده، طبعا صار في عائدات لخزينه الدوله، صار في حوافز للموظفين عندنا هون، بالاضافه الى انه ساهمت جزء كبير بمساعده الناس اللي ما عندهم امكانيه لشراء احيانا مواد استجدال او غيره. نعم يعني دكتور، يعني مثل ما قلت بظل هالظروف المشفى عم بيحاول دائما انه يقدم كل شيء بيقدر عليه لابطالنا بالجيش العربي السوري وايضا للمواطن. بظل هي الظروف الصعبه، هل في مشاكل معينه، صعوبات، بعض الاشياء يمكن اللي بتحب ايضا انك توجه رساله من خلال شاشه الاخباريه السوريه؟ طبعا هلا نحن بالنسبه لنا ذكرت لك من لحظه بعض العقود اللي موقع مع الهيئه، وحقيقه بيعنينا كثير الاتفاقيه اللي توقعت مع كليه الطب جامعه حماه لتدريب طلاب السنه السادسه واللي راح تبدا يوم الاحد القادم ان شاء الله. نحن عم نعمل كمان بالجانب العلمي، نحن بظل الازمه وبظل هالحرب الجائره 3 سنوات ما توقفنا، بالعكس تطورنا. نحن بالهيئه العامه لمشفى المصرف الوطني يعمل تقريبا كل المشفى بنظام الاتمته الالكتروني والارشيف الالكتروني، يعني فيك تقول المشفى بالكامل مؤتمت. يعني بمثال بسيط، يعني المريض عندنا بيدخل بياخذ رقم اي بي اللي هو مثل الرقم الوطني بالهويه طبعا، وهذا الرقم موجود معه بصير طيله العمر، مهما تكرر دخوله او مهما طلب بيانات نحن بطريقه الكترونيه بنطلع له اياها وبيدان عنا ايمتى دخل على المشفى، ايمتى راجع على المشفى، شو التحاليل اللي سواها، مين الطبيب اللي تابعه. وطبعا هي بتتميز فيها الهيئه العامه لمشفى المصرف الوطني موضوع الاتمته الالكترونيه، حتى من فتره زارتنا منظمه الصحه العالميه وحقيقه ذهلت بموضوع الاتمته اللي موجود ضمن المشفى، ونحن داخلين بالاتمته هلا بمراحل الاخيره اللي هي اتمته المستودعات اللي راح يكون بوقتها المشفى مؤتمت 100%. اما بالنسبه للصعوبات حقيقة كل عمل فيه صعوبات يعني، بس عم نحاول قدر الامكان نشتغل بالشيء اللي موجود بين ايدينا. هلا نحن بنعرف انه في حصار، في ازمة، في بيئة شوي، بس بالشيء اللي موجود الحمد لله عم نشتغل يعني. اما لا. بالنسبة للرسالة اللي بحب وجهها، الرسالة اللي بحب وجهها هي للكادر الطبي اللي سافر وترك البلد، ترك البلد احيانا برضاه وترك البلد احيانا مجبور، يعني كل واحد من الظروف اللي سافر فيها، بس بتمنى من الكادر اللي سافر يرجع على بلدنا ويرجع على سوريا، لانه سوريا عم تنتصر بدماء شهدائنا الابطال، عم تنتصر بجيشها، عم تنتصر بالقائد الاسطوري الدكتور بشار حافظ الاسد. يرجعوا على البلد لنرجع مثل ما تفضل السيده بائس ونعمرها سوا، وراح ترجع سوريا افضل كثير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني دكتور نحن بدنا نوجه تحيه لكل الكادر الطبي العامل بالمشفى وللجهود الكبيره اللي عم تقدموها، اكيد انتم عم تواصلوا الليل بالنهار لحتى تقدموا الخدمات الطبيه لكل المواطنين. شكرا كثير دكتور لوجودك معنا اليوم ضمن برنامجنا الصباحي عبر الهاتف. شكرا للاخباري، شكرا لحضرتك. شكرا لك دكتور، والتحيه موصوله لكل فريق المشفى. شكرا لك. واجب ما يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. هلا.